كثير من المعجزات تحدث في حياة الناس، ومنها معجزات الشفاء البدني لحالات اصطفاها القدر بأن تخلق بشكل عجيب، ومنها حالة أحد الأطفال من محافظة المهرة والذي ولد بتشوه خلقي، حيث نقله والده لمحافظة حضرموت فأصبحت أول حالة تصل إليها بهذا الشكل. هذه الحالة هي تعتبر الحالة السيامية النادرة اللي أول مرة يمكن تحصل في حضرموت، أول مرة أشوف حالة في حضرموت بهذا التشوه أو بهذا الوصف. طبعاً أوصل مدير برقود المريض، لأن الحالة المادية للأهل كانت تعبانة جداً، فأوصى برقود المريض في 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 الحضانة ومتابعة الحالة، والحمد لله تم رقود المريض في الحاضنة، تم متابعة الحالة معاينتها من قبل اختصاصي العظام، من قبل استشاري المسالك البولية، واستقرت حالة المريض والحمد لله. لكن المريض يعني حالة هي صعبة جدا، وهذه الحالات غالبا لا يمكن إجراءها لا في حضرموت ولا في اليمن يمكن كامل، وهذه الحالات تحتاج إلى سفر للخارج، لأن أولا تحتاج لها عدة دراسات عن الحالة، هذا تحتاج لها رنين مغناطيسي، تحتاج لها أشعة بالصبغة، تحتاج لها ممكن مناظير، مسالك بولية، حتى يتم معرفة بقية التشوهات الخلقية إن وجدت لدى الجنين. أكثر ما يدهش المرء في المعجزات أنها تحدث، وقد ولد هذا الطفل بكامل أعضائه الجسمية باستثناء الأعضاء التناسلية، حيث تستخرج الفضلات بشكل دوري عن طريق الإبر، كما أن له 4 أرجل مكتملة. نشد الأطباء والأب المبادرات والجمعيات الخيرية في ضرورة سفر الطفل للعلاج في الخارج، وتم التجاوب معه، فإمكانية علاجه متاحة، فقط يحتاج لسرعة تفعيل الإجراءات في سفره والتعاون معه بشتى الطرق لإنقاذ طفله. طبعاً المولود هذا ولد في البيت، تم تحويله لمستشفى الشحر، ومن مستشفى الشحر تم تحويله لمستشفى حضرموت. تم معاينة المولود في طوارئ مستشفى حضرموت، وعند معاينة المولود وجد أن المولود له تشوهات خلقية، كان عنده 4 أرجل مع تشوهات في الأصابع، هذا تبين بالفحص السريري. كذلك كان عنده عبارة عن أعضاء تناسلية أنثوية له مهبلين مع فتحة شرج واحدة، وكان في اليوم الأول ما كان عنده شي بول، طبعا ما كان شي خروج للبول، فطبعا تم إجراء فحوصات مخبرية تمام وفحوصات إشعاعية للطفل، فكانت الفحوصات المخبرية للدم بالنسبة لوظائف الكلى وكل الفحوصات الثانية الحمد لله كويسة جدا. بالنسبة للأشعة تبين لنا بالأشعة التلفزيونية أن عند الطفل كلية واحدة كلية، والكلية الثانية ما قدروا يحكمون، حد يقول فيه هذا عبارة عن كيس مش مبينة، هل عنده مثانتين، لكنه هو ماشي مع الأعضاء التناسلية الأنثوية للمولود. طبعا بالنسبة للأشعة أجرت لها أشعة مقطعية، وتبين أن لديه حوضين متصلين بعظم واحد، يعني متصل حوضين بعظم واحد متصل مش منفصل عن بعضهم البعض. المحفز في حالة الطفل كما يقول الأطباء أنه سيعيش، كون أعضاء الحيوية من فوق السرة بحالة ممتازة، الصدر والقلب والدماغ وغيرها. الحمد لله بالنسبة للقلب والرئتين والتغذية بالنسبة للطفل كويسة جدا، والحمد لله يعني حالة المريض الآن مستقرة، لكن المولود يحتاج إلى نقل لإجراء العمليات الجراحية الخاصة. أخيرا، من حق الجميع أن يعيش في هذه الحياة طالما وقد أتيحت السبل لذلك.